السلام عليكم سي حسن. اليوم عقدت واحد الاجتماع مع جمعيات اللي استفدت من برنامج اوراش الحصه الثانيه، وبغينا نعطيك بغيناك تعطي المتابعين فاس نيوز اهم المجريات اللي كانت اليوم. شكرا الاخ شرقاوي، شكرا فاس نيوز. اليوم كان واحد اللقاء تحسيسي بناء على الرغبه ديال مجلس العماله باش ان شاء الله باذن الله نفتتحوا ونبداو العمليه ديال الاوراش في مدينه فاس. وهذا لقاء تحسيسي حضروا فيه السلطات المركزه اللي حضروا كلهم في عمليه الانتقال، اللي كنشير من هنا بانها كانت عمليه شفافه وعمليه نزيهه بالحضور ديال جميع المصالح المركزه من سينيسيس وانابيك التعاون الوطني لغايه بي تي تي الولايه، وكذلك النواب ديال الرئيس اللي حضروا في العمليه برمتها. اليوم اجتمعنا مع جميع الجمعيات المنطقات وحسناهم بالدور ديالهم في هذه العمليه، وبان هذه الاوراش ماشي غير مساله عمال ومساله ايام، ولكن هي مساله امانه لهذه المدينه، ومساله ان الورش باش ينجح خاصه ولا بد يكون عنده واحد النظام في السيروله ديالو وفي التوجيه ديال المح ديال 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 الملف ديال ديال الورش. ولهذا جميع الجمعيات استوعبوا الدور ديالهم التنظيمي التأطيري، وعادي ان شاء الله باذن الله العملي في الايام المقبله ان شاء الله باذن الله.